ثلاثة أيام من العدوان والقتل والاستهداف المباشر للمدنيين في مدينة تعز، جريمة تتلوها جريمة والضحايا بالعشرات، وصراخ الضحايا وحده هو الذي يشق هذا الصمت المتواطئ مع القاتل من قبل الجميع. أطلقت ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين الإنقلابية العنان لأسلحتها الثقيلة، فبدأت دباباتها المرابطة في شرق مدينة تعز بالقصف العشوائي المجنون، تؤازرها مدافع الهاوزر التي لم تستخدم من قبل الجيش السابق إلا في هذه المعركة اللاوطنية. قذائف هذه الأسلحة خلفت ثلاثة مجازر رئيسية على مدى ثلاثة أيام، توزعت بين صالة وثعبات والضبوعة، فيما سقط أعداد متفرقة من الضحايا في أحياء مختلفة من المدينة جراء القصف الذي لم يتوقف منذ ثلاثة أيام. مأساة هؤلاء الضحايا لا تقتصر على جنون المعتدين، بل تجاوزتها إلى قصور في الخدمات الطبية الإسعافية وقصور مماثل في كفاءة المنظومة الصحية لمدينة تعز التي تعرضت للاستهداف منذ وقت مبكر، بالإضافة إلى الغياب شبه الكامل للجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات العاملة في هذا الحقل. لم يصدر حتى اللحظة تعليق من أي نوع عن المبعوث الأممي إلى اليمن المتواجد حاليا في صنعاء إسماعيل ولد الشيخ إزاء ما يجري في تعز، ولم تصدر تعليقات من الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة تدين أو تستنكر أو حتى توصف ما حدث ويحدث في تعز، ولم يتجاوب التحالف العربي بالقدر الكافي مع مظلومية هذه المحافظة. تعز تخوض معركة الكرامة بالحد الأدنى من الإمكانية والدعم، لكن حجم توظيف مظلوميتها على الصعيدين السياسي والعسكري لا حدود له كما يرى المراقبون. ويرى هؤلاء المراقبون أيضا أن المشروع الوطني النابع من ضمير تعز هو الهدف وهو المستهدف من وراء هذا الحجم المبالغ فيه من القتل والتدمير.